من مشرق الأرض إلى مغربها يتردد الصدى بتكبيرات العيد وبتهليل يوحد المعمورة بكل مسلميها. تعلن المآذن هنا في مكة صلاة وخطبة عيد الفطر، ومع رسالة تقول إن القوة والنجاح حليف المتحدين. رسالة مكة في خطبة العيد: اللهم انصر إخواننا وأهلنا في الأرض المباركة في فلسطين والمسجد الأقصى وأكناء في بيت المقدس، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين، اللهم اجعله في رفعة وعزة ومنعة وتمكين يا رب العالمين. وهنا القدس تعلن أن العيد عنوانها رغم كل المآسي بجموع لبت نداء المسجد الأقصى، لبت نداء القدس وقبابها وباحاتها. الله أكبر ولله. يرسم العيد فرحة تضمد جراح أمة تجرعت ويلات الحروب من شرقها إلى غربها، فهنا غزة رغم تراكم الموت على صدرها فلها رسالة مع الحياة عنوانها الفرح. وفي العراق أيضا يزف العيد رسالة الأمل من بين تفاصيل الوجع. في تركيا فتحت إسطنبول أبواب مساجدها مؤذنة بعيد الفطر الذي تزامن في هذا العام أن جمع غالبية الدول الإسلامية والعربية في موعد واحد موحد. ومهما على صوت الرصاص والصراع على السلطة، إلا أن السودان شعب ومبدأ يصمم على أن يكون العيد عنوان إصرار على أن القادم أجمل. ومن أقصى بلاد المعمورة هنا الهند تبث أجواء صلاة وخطبة العيد بجموع غفيرة تتآلف حناجرها بكلمات هي ذات الكلمات في دول العالم التي توحد مسلميه على عيد فطر سعيد. ومع رسالة خطب العيد في بقاع الأرض التي تؤكد أهمية بث الفرح، تنطق مساجد العالم الإسلامي لغة التودي والتراحم والتقارب وقطع الطريق على مثيري الفتن، ليكون العيد انطلاقة تجدد الأمل في كل عام بمستقبل مشرق لا يكون الحزن فيه باب. رسالة تكتب بعنوان يرسخ القول والفعل عندما يتوحد الجميع بجملة واحدة: كل عام وأنتم بخير. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.